بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النهاردة عندنا فكرة جديدة وحلوة وتحفة من أي طبق مكسور عندك آه هنعمل منه فكرة تحفة إن شاء الله هتعجبك آه تابع معي الفيديو للآخر وشوفي هنعمل منه إيه طبعا الفيديو اللي فات احنا عملنا مع بعض عجينه السيراميك وقلنا هنستخدمها مع بعض ان شاء الله في فيديوهات جايه في حاجات كتير اول حاجه هنستخدمها معانا النهارده هن الجزء المكسور من الطبق هنكمله بعجينه السيراميك طبعا احنا حطيناها في كيسه كده والكيسه في علبه عشان ما يدخل لها هوا ونضمن ان هي ما تنشفش وتفضل طريه معانا اه هاخد منها قطعه كده صغيره زي ما انتم شايفين زي ما هي طريه ما حصل لهاش اي حاجه ولا نشفت ولا شققت ولا اي حاجه هاخد منها قطعه كده على قد يعني على مقاس القطعه المكسوره من الطبق عندي يعني هزود شويه كده بالشكل ده وهقفل بقى باقي عجينة السيراميك برضو زي ما كنا قافلينها كده هفضي منها الهواء خالص مش هيبقى فيه هواء وهحطها في العلبة وهقفل العلبة بالغطاء وهشيلها في أي مكان كده بس المهم الغطاء ما يبقاش مفتوح عشان ما يدخلهاش هواء وبعد كده إن شاء الله هنستخدمها مع بعض برضو في أفكار جاية كتير هنعمل ايه بقى هحاول افرد كده العجينه اللي انا ما اخدتها جي بايدي كده شويه وهقيس كده هشوفها هتكمل المكان المكسور من الطبق ولا لا هحاول اظبطها كده بايدي لقيتها فعلا هتكمل المقاس هو هو هعمل ايه هجيب غيره وفرشة معايا كده عشان العجينة بتتلزق بالغيرة ه... هجيب هحط كده على الفرشة غيرة وهحاول بقى المكان اللي انا هزق فيها العجينة هلزق... هحط عليها غيرة كده كمية كويسة عشان العجينة تلزق, من... تلزق معايا حلو وما تفكش معايا طبعا انت اي حاجه مكسوره عندك ممكن تستخدمي برضو نفس الفكره كده مثلا مج مكسور ايده اتكسرت هتعملي ايد من عجينه السيراميك برضو برضو الفكره حلوه واي حاجه برضو اتكسرت عندك والقطعه اللي مكسوره مش لاقياها برضو ممكن تعمليها بعجينه السيراميك نتيجتها حلوه فعلا ولما نشفت بقت جامده جدا وقويه يعني كان الطبق مش مكسور ولا حاجه ولو عايزه تلونيها بتلونيها على حسب الحاجه اللي انت هتعملي بيها عجينه السيراميك انا حطيت غير اهو على الحرف بتاع الطبق وهبدا بقى الزق عجينه السيراميك كده وافردها بايدي على قد ما اقدر بحيث ان هي تاخد شكل الطبق معايا وتكملي الجزء الفاضي من الطبق اظبطها بايدي بقى خالص كده ومن بحيث ان من تحت كده تبقى ملزوقه كويس بالغره ومن فوق احاول افردها كده واسويها بتبقى مقاس الطبق ونفس الدورانه بتاعه الطبق ظبطي كل ده بايدك وبالشكل كده قدامك وبالنظر انت هتلاقي يعني انت هتعرفي تشكليها هي ناعمه معاكي وسهله وتشكل معاكي بكل سهوله يعني بالشكل ده كده وحاولي تظبطي الشكل كده بعينيكي يعني تمام اهو ظبطتها كده تمام وسبتها تنشف هي خدت معايا تقريبا يعني نص يوم لغايه ما نشفت خالص ما هي يعني طبعا انا اول مره استعمل عجينه السيراميك هي كانت عايزه تتفرد شويه بس النتيجه برده مش وحشه آه عندك بقى طرحه قديمه مش بتستخدميها عندك قطعه قماش كده مركونه برده مش بتستخدميها هنستغلها النهارده في الفكره بتاعتنا وهنغلف بيها الطبق بتاعنا طبعا انا عملت القطعه بتاعت السيراميك دي بحيث ان انا لما اغلف الطبق يديني الدورانه بتاعت الطبق كده كامله ما تبقاش حته من الطبق مثلا مكسوره مش مديه شكل الطبق حلو فانا عشان اغلفها كده كويس عملت بالقطعه بتاعت السيراميك دي زي ما انتم شايفين كملت الطبق يعني بتاعي هعمل ايه هلزق بقى القطعه من القماش دي او اي طرحه موجوده عندك قديمه اللي موجوده عندك هتستغليه زي ما احنا متعودين مع بعض مش هنشتري حاجه من بره ولا هنكلف نفسنا اي حاجه هلزق بقى القطعه من القماش دي على الطبق هلزق كده من تحت الاول وطبعا انا مش هقص القماشه الا لما الزق خالص عشان يعني عشان احاول اظبط ايدي في القص وفي القماشه وما ما يبقاش في لسه ناقص حته قماش مش هعرف اكملها فانا لازم الزق الاول وبعد كده اقص الزياده مش هخسر حاجه طبعا عشان الطبق مدور فانا ممكن الزق وبعد كده يبقى ناقص حته او حاجه فعشان ما اتلخبطش يعني والفكرة تبوظ مني في الاخر لزقت الاول من تحت اهو وبعد كده هلزق بقى هحط شمعي كده على الحروف بتاعه الطبق وهلزق بقى القماش وهحاول اشد بايدي بقى القماش على قد ما اقدر عشان ما يبقاش كده سايب معايا وما يبقاش شكله حلو شد بايدك كده والزقي كويس وغلفي بقى الطبق كله كده هلزق الاول من الاطراف وبعد كده هلزق من جوه هو الطبق طبعا نضيف مفهوش اي حاجة وممكن وتستغ... تستخدميه تعيدي استخدامه عادي مفيش مشكلة فانا هسيبه من جوه ابيض كده على حالته ومش هغلفه من جوه فانت لو طبق مثلا بلاستيك مش مش نضيف مثلا من جوه او ما ينفعش تحطي فيه حاجه فانت ممكن تغلفي من جوه زي ما هتغلفي من بره بالظبط نفس الفكره بحيث ان انت لو عايزه تحطي في فيه حاجه تعرفي تحطي فيه ما فيش مشكله اهو لزقته كله خالص بالشمع كده من على الحرف من بره ومن الحرف من جوه وبعد ما لزقته من جوه قصيت بقى الزياده بتاعه القماش بتاعي اهو عشان ما يبقاش في اي ايه بواقي زياده كده من جوه مضايقاني ملهاش اي لازمه لو عايزه تغلفي بقى من جوه هتغلفي لكن انا مش هغلف من جوه عندك بقى قطعه من مثلا شريط ستان ممكن تداري بقى الحروف اللي من جوه دي كلها بشريط ستان تلفي كده على الدايرة بتاعة الطبق شريط ستان فانا ما عنديش شريط ستان كان نفس اللون فانا خدت البورسل بتاع الطرف يعني بتاع القطعة من القماش بيبقى كده منسل كده هو اسمه البورسل بتاع القماش فانا هلزقه هيديني شكل حلو برضو هيداري العيوب بقى اللي في القماشة كده من جوه أنتي طبعا لو عندك قطعه قطعه من الستان او عندك فرنشه عندك اي حاجه ممكن تداري الحروف بتاعه القماش كده ما فيش مشكله استعمليها بس انا ما كانش عندي شريط ستان نفس اللون فاخدت البرسل بتاع طرف القماش وحطيته كده من جوه بقى عندي بالشكل ده اهو بقى من جوه شكله حلو كده و... و يعني وحي... مش مدي شكله وحش ولا حاجة لأ ده شكله جميل عندي بقى قطعة من الطول كده برضو كانت فايدة برضو عندي من فكرة قبل كده حاولت بقى أخليها أبرمها كده طويلة وألفها على الطبق من بره بحيث أن أنا أحدد شكل الطبق برضو بالشكل ده ببرمها كده ألفها بإيدي كده طويلة وبلزق بالشمع بلف بإيدي طويل وألزق بالشمع لغاية ما أكمل الدائرة بتاعت الطبق كلها عندك برضو ما عندكيش دي ممكن برضو شريط الستان اللي حطيتيه من جوه هتحطيه من بره ما عندكيش شريط ستان ممكن اي استرس موجود عندك برضو هينفع معاكي وهيديكي نفس المنظر بالنسبه للقطعه دي هي مساله تزيين يعني التزيين ده على حسب ذوقك كل موجود متاح عندك اعملي بيه ببرم قطعه التل اهو وبلفها كويس عشان طبعا ما تفكش مني وبعدك وبلزق كويس بالشمع كده لغايه ما اخلص الدايره بتاعه الطبق كلها عملتها اهي هيغل... عملتها كلها اهي وفي الاخر كده ربطت الطرف ده والطرف ده ربطتهم كده في بعض وقصيت الزياده خالص انا مش عايزاه عشان ما كانش طويل قوي يعني فانا جبت حته تانية بقى قطعه تانية كده خالص من الطول وعملتها زي فيونكه وحطيت لو انت القطعة دي الطويلة دي كانت عندك طويلة شوية ينفع تعملي فيونكة من برا خل... من غير ما تقصي اعملي لكن انا ما كانش عندي يعني ما كانتش هتكمل فجبت قطعة تانية وعملتها زي فيونكة كده بسيطة بايدي ولزقتها بقى مكان ما انا قصيت كده الخيط وداريت بقى ايه مكان القص ده عملتها فيونكه كده بسيطه ولزقتها بالشمع ممكن تعملي فيهم كمان شريط ستان احمر شريط ستان اي لون تاني مفيش مشكله غطا جردل بقى عندي غطا جردل برضو كان موجود زي اللي عملته معاكم في الفكره في فكره فاتت برضو في فيديو فات هستعمله آه النهارده برضو كغطا للطبق اللي عندي ده ما غطا جردل هتجيبي اي كرتونه وتغلي فيها بنفس لون القماش وهتعمليه برضو غطا لل... للطبق لزقته عليه كده بالشكل ده وكان كان عندي اكسسوار كده قلب كده لزقته برضو ودي كانت باقيه برضو من من القلب كده كان اكسسوار كده بيتحط على شنطه فانا ما كنتش بستخدمه فحبيت يعني استخدمه زي ايد للغطا كده يعني هو زي شكل كده اعطاني في نفس الوقت شكل ومنه ايد تمسكي منه الغطا تقفلي وتفتحي إيه برضو ايه ما عندكيش بقى الاكسسوار ممكن اي غطا غطا زيزه غطا دواء علبه الدواء برضو ممكن تستخدمي نفس الفكره وتعمليه كده من فوق زي ايه مقبض للغطا للغطا بتاع الجردل بتاعنا ده بردو استغلينا غطا الجردل برضو وعملنا منه غطا للفكرة بتاعتنا برضو فكرة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبكم في الاخر يعني استغلينا منها حاجات موجودة في البيت طبعا احنا لسه ما نزلناش عملنا لايك وكتبنا كومنت حلو جميل كده زيكم واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد رب القناة تكون بتعجبكم وفيديوهاتي بتكون بتعجبكم يعني ان شاء الله ويارب تبقى بقى عند حسن ظنكم اهو لزقت كده الايد ولزقت القلب بالشكل ده هسيبها شويه تنشف بس عشان ما تفكش بقيت عندي كده بالشكل ده طبعا الحروف بقى بتاعه الغطا بتاعه القماشه اللي انا لازقاها دي انا القماشه دي كنت لازقاها على قطعه من الكرتون كده خفيفه بحيث ان انا املك الزقها يعني ما تبقاش معايا صعبه ولا حاجه آه عندي الشريط الفضي ده برضو لقيته موجود عندي لو عندكيش عندك استرس برضو ممكن تزيني بيه ولزقته كده على حرف القماش بتاعي كده عشان يداري برضو ايه الدفوهات بتاعه القماش كده وفي نفس الوقت يديني يعني الـ مع الاكسسوار اللي انا حاطاه كده شكل حلو بقى عندي بالشكل ده الغطا بصوا شكله بقى تحفه خالص وغيرنا شكل غطا الجرده خالص ولا كانه غطا جردل يعني زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده بقى الطبقه عندي اهو متغلف كله والحتة اللي كانت مكسورة من الطبق مش باينة خالص وعملت غطا للطبق ممكن بقى تستخدميه كعيشة تحطي فيه العيش انا عملته يعني عشان احط فيه العيش كده على الترابيزة او قدامك يعني كده عشان تحطي فيه العيش فانا استخدمكو لو انت مثلا عايزة تعملي له ايد ممكن برضو اي ايد بتاعة جردة موجودة عندك هتغلي فيها بنفس القماش وهتلزقيها في الطبق هيبقى ايه آه مديكي كده برضو شكله حلو وجميل فهو كده حلو وجميل اساسا من غير الايد يعني يا رب بقى الفكره بتاعه النهارده تكون عجبتكم وسهله وبسيطه عليكم وتقدروا تنفذوها بكل سهوله وما كلفتناش اي حاجه من حاجات موجوده عندنا في البيت ولو عجبتكم ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته